اليوم كيف ما تتشوفوا جمعية ضع بصمتك كتنظم أول نشاط لها بجماعة ولاة سلمى على فكرة جمعية وطنية، وهذا النشاط الأول اختارينا لأنه أنه يكون حفل إعذار لفائدة 100 طفل من جماعة ولاة سلمى والجماعات المجاورة، وكيف ما كتشوفوا فالحفل يعني دات في واحد الأجواء اللي هي رائعة. وما تفوتنيش الفرصة أنني نشكر كاع الإخوان والأخوات اللي ساهموا معنا في هذا الحفل، بداية بالسيد رئيس المجلس الجماعي اللي قدم الدعم يعني اللوجستيكي والدعم اللازم فيما وقفنا عليه تهو تيقضي، والأخوات سهام أيت ناصر والأخت خديجة خبابي اللي وقفوا معنا في التحاليل تهوما، وكاع الإخوان اللي والإخوان أعضاء والأخوات أعضاء الجمعية. وبطبيعة الحال غادي نكون نسيت مجموعة ديال المتدخلين، غادي نقول شكرا لكل من ساهم في هذا النشاط من قريب أو بعيد، وإن شاء الله عندنا أنشطة أخرى، عندنا رؤية اللي هي طموحة، والهدف ديالنا كيتمحور في ثلاثة المحاور الرئيسية كيف ما شفتوا في الشعار ديالنا: تنمية، مواطنة يعني تربية على قيم المواطنة، والترافع. وشكرا لكم مجددا. السلام عليكم. اليوم حنا كنتواجدوا في جماعه ولاد سلمان بالتنسيق مع جمعيه ضع بصمتك. اليوم كنتواجدوا في واحد الحفل اعذار اللي الحمد لله استطعنا اننا نجمعوا واحد 100 طفل اللي غنقدروا نكونوا معاهم اليوم، اللي كيبان لي انه ديما حنايا في المغرب يعني كاين واحد انسجام، كاين واحد تكافل، كاين واحد تضامن، ان الوليدات اليوم فرحانين، الامهات فرحانين، العائلات فرحانين. وكما لا الاسم ديال الجمعيه ضع بصمتك، يعني كنحاولوا اننا نوضعوا بصماتنا على صعيد الاقليم، والحمد لله ربي وفقنا. كنشكر رئيس الجمعيه، كنشكر رئيس جماعه ولاد سلمان، كنشكر جميع المتدخلين، كنشكر جمعيه ريان اللي كاينه معنا اليوم في هذا الحفل هذا، وكنشكر جميع المتدخلين، كنشكر الجسم الاعلامي اللي تحمل المتاعب انه يتوصل لجماعه ولاد سلمان. كما كنعرفوا ان المسالك شويه متضرره، هما كما قلت لك اننا حنايا في المغرب ملي كنسمعوا انه كاين واحد الحفل خيري اللي كتقولها ليه ما كيترددش انه حتى هو يخلي البصمه ديالو. كنشكر تحاليل مختبر الشفاء اللي كان معنا في المواعيد، ملي مشينا لعندو يعني ما ترددش انه دار لينا تخفيضات في الحقيقه. كنشكر المجلس الجماعي ديال اسفي، كنشكر المجلس الاقليمي اسفي وعلى راسهم السيد الرئيس، كنشكر السيد العامل انه كيكونوا في بحال هاد المبادرات يعني كنلقاو كاين دعم، كاين مجهودات تضافر جهود اننا باش نكونوا في هذا اليوم جميل. السلام عليكم. اولا تنشكر الاعلاميين بصفه عامه، وتنشكركم بصفه خاصه لانكم متواجدين اليوم باش تغطوا هذه المناسبه. احنا الان متواجدين امام مقر الجماعه القرويه ولاد سلمان، وخصوصا من المقر ديال المستوصف المجاور اللي كيشهد واحد الحفل اللي هو في المرجعيه ديالو الدينيه اتباعا لاوامر رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكذلك اتباعا لسنه الرسول عليه السلام ابراهيم الخليل. هذا الحفل اللي كتنظمو الجمعيات بصمه او ضع بصمتك اليوم هو حفل اعذار، استفدت منه تقريبا 100 طفل، وغطى ولامس مجموعه من العائلات من مجتمع فئتها، وكذلك لامس واحد الفئه اللي هي هشه. هذا الحفل اللي هو طبعا فيه مجهودات من جميع الجهات، وخصوصا المجلس ديال الجماعه القرويه على راسها السيد الرئيس، ثم كذلك السلطات الاقليميه وعلى راسها السيد العامل اللي دائما يشجع مثل هذه المبادرات، كذلك مجموعه من المحسنين اللي لا داعي لذكرهم واللي كنتحفظوا على ذكر اسمائهم، ولكن المهم قطاع الصحه كذلك، ولكن الاهم ذلك هي واحد الجمعيه وطنيه اللي جات وحطت الرحال بهذه المنطقه من اجل المساهمه في هذا الحفل التطوعيه، واللي جات كنقولها بهذه الكلمه جات مدججه باللوجيستيك الكامل من ادويه ومن البيسار، كذلك اللي هو اهم هو ان الطاقم الطبي يشكل الجمعيه ديالها. الحقيقه هذه المبادرات
لازم يعني نكثروا منها، والمجتمع المدني كان يعني كنحفزوا وكنوهبوا به انه يساهم في هذه المبادرات، لان كتدخل الفرحه على قلوب الاسر. مبادره انسانيه ما نتمنوا لهم الا التوفيق، والله يكمل بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.